زياد ابي شاكر مرشح على المقعد الماروني ببيروت الدائره الاولى. اهلا وسهلا فيك بحكي لبناني انتخابات 2022. اهلا فيكم. حضرتك مهندس بيئي وصناعي، حلمك يكون لبنان صفر نفايات، شو صار بهالحلم؟ والله عم بيتحقق باسرع ما كنت متوقع على الصراحه. يعني اليوم عم نشوف بس بالأشرفية وبرج حمود وهالمناطق الزبالة فوق بعض، حتى مسكرة طرقات الزبالة. هيدي اللي كان لي 20 سنة بقول إنه إذا بدكم تضلكم ماشيين بهالطريقة اللي كنتوا عم تتعاملوا فيها مع الزبالة رح توصلوا على أزمة كتير كبيرة، ولازم تبلشوا تفكروا وتقبلوا وتخططوا إنه بدنا نبعث صفر نفايات على المطمر. اليوم هيدا السيستام اللي عم بتشوفه عم بيلفظ أنفاسه، مشان هيك الزبالة قاعدة على الطريق. بس يوقفوا، ويعني بكره بعد 10 اشهر الكونترايات رح تخلص وما بقى عندهم خيار، ما بقى رح يجي حدا بدالهم كمان يجمع زباله ويروح يكمها بمطمر. بقى الحلم بيكون صار تقريبا حقيقه. طب اذا عندك انت لنقول احلى مشروع بس انت منك بالسلطه، كيف فيك تنفذه اذا منك بالسلطه؟ بالعكس، انا فايت على السلطة يمكن تنفيذ هذا المشروع رح يصير تقريبا صعب كتير، لانه بيصير في شيء اسمه تضارب مصالح. هيدا مبدأ ما كتير اللبنانية بيعرفوه. يعني نحن قلنا 30 سنة جماعة السلطة هن اكلين الاخضر واليابس وقتلوا المنافسة وخلقوا احتكارات. مهم نعمله للمشروع، اذا ما عملناه ببيروت عملناه برات بيروت، بيكون هو أداة لنتعلم كيف بدنا نتعامل مع النفايات. طب اليوم إذا أنت حتى لو ربحت بالنيابة انطرح عليك أنك تستلم الوزارة مع هاي السلطة، تقبل؟ أكيد لا، مع هاي السلطة ما بقبل أعمل شيء. يعني ما بتقبل غير ما تكون أنت بوزارة مستقلة؟ أكيد. طب اليوم إذا ربحتوا الانتخابات وصرتوا كتلة نيابية لا بأس بها، هل رح تشاركوا بالحكومة؟ ما بعرف، هالقد كتير كتير بعيد هيدا التصور. يلي عم نفكر نحن اذا صرنا كتلة بقلب المجلس في كتير قوانين ملحة لازم نضغط انها تتطبق، منها قانون استقلالية القضاء ومنها الاستشفاء للجميع. طب شو اصل المشكلة تحديدا بلبنان؟ هل هن اشخاص او هو عقلية؟ هي عقلية لاشخاص عابرين للطوائف، بدهم ياكلوا الاخضر واليابس، بدهم ياكلوا كل شيء، ما بدهم يخلوا لك شيء انت كشعب. طب بما انه عم تحكي عن الطوائف، اليوم رسخ جبران باسيل فكره الزعيم القوي بطائفته، يعني اللي بده يكون قوي عند المسيحيين هو لازم يكون رئيس جمهوري، يلي يكون قوي عند السنه هو لازم يكون، هل يلي رح يصير عنده كتله نيابيه مسيحيه كبيره هو رح يكون رئيس المقبل؟ مين بيحدد معايير القوه؟ انه اكثريه نيابيه مسيحيه، يلي عنده اكثريه نيابيه فليكن، بس مش هيدا المعيار الوحيد على فكره. بدك تكون رئيس جمهوريه، انت رئيس جمهوريه كل لبنان. طرح يلي نحن عم نشتغل عليه يصير رئيس الجمهوريه اول شيء مداوره بين الطوائف وينتخب مباشره من الشعب مش من مجلس النواب. انت كماروني ما عندك مشكله يكون رئيس أبداً. السنة ابدا ابدا، إذا شعبي كله بينتخبوا لهيدا السنة أنا ما عندي مشكلة، وإذا شعبي كله بينتخبوا لهيدا الشيعي أنا ما عندي مشكلة، وإذا شعبي كله بينتخبوا لهيدا الماروني أنا ما عندي مشكلة. هالشي ما بيخلي خوف حتى على الدرزي وحتى الأقليات كمان. هل هالشي ما بيخلي خوف على المسيحيين؟ يعني دايما بيقولوا للمسيحيين أنه أنتم بخطر؟ يا خي شو تحسن وضعهم للمسيحيين هن ومعهم هالرئاسة؟ أول شيء هيدي الرئاسة ما بقى عندها ولا أي شو بيقولوا صلاحية. مين شو صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم؟ وبس ما بدهم يعملوا شيء بيقول لك ما عندي صلاحيات. خلينا نرجع، هيدا السيستم كله منه قابل للعيش، خي هيدا كله لازم ينفرض، وبنرجع بنركب سيستم منا كتير بعاد عنه نحن كلبنانيين وكناس تعلموا وسافروا وقعدوا برا وشافوا كيف الأنظمة الديمقراطية والأنظمة السياسية بتشتغل. اوكي، ما لك حق انت ليش اذا انت ما كنت ماروني، انت ليش ما في حق لك تعمل رئيس جمهوريه اذا عندك المؤهلات، اذا كل شعبك حابب ينتخبك؟
اوكي وهيدي موضوع انه هول اكثر من هول وما اكثر من هول، يعني لقديش انت مفكر انه اذا انت عندك 33% من اذا انت عندك 33% من عدد السكان انت بده يكون عندك 60% من القوى السياسيه. ليش ما بدك كمان اللي بدك تطبقه على نفسك كمان بدك تطبقه على غيرك، واللي بدك تطبقه على غيرك بدك تطبقه على نفسك، يلي بتقبله لإلك انت اوكي او يلي بتقبله للغير بتقبله لإلك، واللي بتقبله لإلك بدك تقبله للغير. طب بعد 17 تشرين تغير المفهوم شوي، صار عنا غير معارضة، صار في شيء اسمه ثورة. هل انت معارض او انت ثوري؟ انت ثورة او معارضة؟ انا يعني ثورة، اكيد ثورة. شو يعني شو يعني معارض؟ فيك تكون فيك معارض موالي لحدا وتعارضه ببعض الافكار، وفيك انت تقبل بهيدا بهيدا النظام. انا بعتبر حالي ثوري قبل 17 تشرين، انه هيدا النظام كله كنت شايفه انه غير قابل للعيش، وهيدا رح يودينا على مشاكل. نحن ما قادرين يألفوا حكومة يا أخي، ما قادرين يعملوا انتخابات مثل الخلق، ما قادرين يتفقوا على رئيس جمهورية. هيدا النظام مثل ما هو راكب منه عيش. طب اليوم الأحزاب هن ما بيخلوا بعض تشتغل، يعني إذا جبنا اليوم من إكس حزب شخص منيح غير حزب ما بيخليه يشتغل لما يقطفوه إنه هيداك اشتغل. مش مزبوط. شو مش مزبوط. مش مزبوط. لقلك ليش؟ بيتفقوا مع بعضهم لما بيكون في مصلحة وفي جبنة للكل، وبيختلفوا لما بيختلفوا على القسمة. وأكبر دليل، لأن هيدا ملف اللي عم لحقه تقريبا شي شهرين صرت، يلي هو قانون استقلالية القضاء. قانون استقلالية القضاء موجود بلجنة الإدارة والعدل، كل الأحزاب ممثلين وكلهم اتفقوا أنهم ما يمرقوا القانون وأنهم يفرغوه من كل المعاني تبعه. وقت اللي في مصلحتهم كلهم سوا بيتفقوا، ووقت اللي بيتخانقوا على قسمة الجبنة بيطلعوا بيصيروا يهوبروا قدام الناس، بس اخر شيء تحت الطاولة الديل بينعمل. انت ليه اخترت تحالف وطني؟ لانه في كتير منهم اصدقاء لإلي، بعرف شو المسيرة تبعهم وشو المسار تبعهم، وفيه تنوع طائفي وتنوع مناطقي انا كتير بيعجبني. طيب سؤال، اليوم إذا رح نحكي عن التحالفات، ليه ما تحالفتوا مع أحزاب المعارضة مثل الكتيب أو مجتمع مدني؟ جربنا كتير التحالفات. هل من بعد 17 تشرين صرتوا تتفادوا هالشيء؟ لا، ما تفادينا شيء نحن. هلا صار في مثل أخذ ورد وبحث مطول بالموضوع الكتيب. كتير قسم من التحالف اعتبر انه الكتايب هن حزب تقليدي، ونحن كمعارضين وكثورة نحن ما إلا مصلحة نتعاون مع الأحزاب التقليدية. أما غير منظمات ومجموعات بالحراك المدني جربنا كتير كتير كتير. المشكلة انه في ناس إجريها ما كانت على الأرض، وجربنا لآخر نهار، يعني لأربعة نيسان للساعة واحدة ونص كان بعده الحكي عم يتداول. جربنا كتير، آخر شيء للأسف كل واحد لازم يعرف حجمه. طيب سؤال، لوين إذا وصلت الأمور بلبنان ممكن زياد أبي شاكر يحمل هالشنطة ويفلم البلد؟ شو زياد أبي شاكر إجا على لبنان من 30 سنة لأنه بيعتبر حتى مطرح ما كان الشغل اللي بده يعمله ما له قيمة. الشغل اللي زياد أبي شاكر بده يعمله ما له قيمة إلا بلبنان، وما له قيمة إلا ببيروت أكتر وسبيسيفيكلي يعني إذا بدك. بدنا نجرب نعمل من هالمدينة نموذج أخضر وبيئي وحتى ديمقراطي. طيب لنحكي عن أكبر مشكلة اللي كل اللبنانيين بيحكوها، هي قصة سلاح حزب الله. شو حل هالسلاح؟ دايما يعني بال2005 بقمة 14 أذار وكان معهم أكترية نيابية ما حدا قدر يعمل شيء. أنتوا شو رح تقدروا تعملوا بسلاح الحزب؟ هن كانوا عم بيحاربوه، ما هيك؟ هن الريتوريك تبعهم او الخطاب تبعهم كان خطاب صدامي انه نحن بدنا نكسر لك راسك. اوكي، اجمالا لما بتحكي هيك خطاب مع واحد مسلح اكثر منك وانت عارف حالك منك قادر تتسلح، اوكي، اكيد انت راح تخسر. اليوم بالوضع اللي وصلنا له نحن، اوكي، اقوى سلاح بوجه السلاح هو شو؟ الاقتصاد، ما هيك؟ وين اني
مين قادر برأيك يضل واقف على اجريه اليوم نحن باقتصاد منهار؟ سمي لي حدا مره بالتاريخ ربح حرب وهو مفلس. طب اليوم النائب محمد رعد قال انه هاي حرب طموس ثانيه هي الانتخابات، انه الانتخابات كرمالهم حرب. هاي مع مين عم نتكلم؟ مشكلتهم انه ما بيعرفوا يجيشوا ناسهم الا يا اما بخطاب ديني يا اما بخطاب حربجي. العالم راح اختار غير محل، الناس عم تتقدم ونحن هيدا ليك البارودة بتربح معركة او بتربح معركتين، الحرب بتربحها بالاقتصاد بس. واليوم بيعرفوا جماعة حزب الله انه هن بالاقتصاد لحالهم ما بيقدروا يربحوا ولا بيحلموا يربحوا. الحرب بيربحوها معنا كلنا كلبنانية. هلأ لما انت اذا انت عندك نية صافية ومعتبر انه هالجماعة هن جزء من هيدا البلد يلي هيدا انا بعتبره كمان، بدك تحيله بالثقة انه انت خي سلاحك تضلك انت هيك ساعة اللي انت بدك بتقرر تعمل حرب، وانت ساعة اللي بدك بتديروا علي انا شريكك بالوطن، وانا اذا ابن واحد من جماعتك نجح بالتروازيان بتطلع بتقوس بيموت ثلاثة اربعة حواليهم بالهيدا، هيدا منه سلاح مقاومة بقى، هيدا سلاح فوضى. هيدا سلاح فوضى. بدكم سلاح مقاومة ونقاوم اسرائيل وانا بعتبر انه اسرائيل عدو؟ ايه، هيدا السلاح بده يتقاونن، هيدا السلاح بده يكون فيه حكومة وراء، بده يكون في جيش وراء، بده يكون في شعب بكامله مآمن بهاي العقيدة انه نحن في عنا عدو واحد، هيدا العدو ازينا، هيدا العدو كلفنا حياة وكلفنا دم وكلفنا مصاري، نحن بدنا نجيبه وما من هيدنه الا ما يرجع يعود علينا بكل الخسائر يلي اخذناها. بس انا دير السلاح بقلب لبنان انا ما بكون عم قاوي. اخر سؤال بدي اسالك اياه، ليش زياد ابي شاكر؟ سؤال مبين شو بعرف ليش. ليش بدنا نصوت زياد لزياد؟ ليش بدك تصوت لي؟ قلنا لكم يعني قلنا امبارح بخطاب بعتقد صار راح فايرل هلا على الانترنت، لانه الوضع يلي كان قائم قبل والبروفيل النواب يلي كانت عم تيجي تفوت جماعه خزمتشيه كلهم امرك سيدنا وصلوا البلد لمطرح ما وصلنا اليوم. اليوم بدك ناس عندها رؤية وبدك ناس ما بتخاف تقول الحقيقة قد ما كانت هالحقيقة صعبة أو قد ما كانت مرة، وبدك ناس ما بقى تمد إيدها على المال العام خيي، وبدك ناس تجي تقول هيدا المال العام اللي نهب مين نهبه وكيف بدنا نرجع نرده. يعطيك ألف عافية أستاذ زياد وبنتمنى لك كل النجاح. الله يعافيك. ممنونة.